السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح طريقة لحل الـ Indeterminate Structure اللي هي الـ Moment Distribution. الطريقة دي جاية من الـ Slope Deflection، عشان كده الـ Sign Conventions بتاعتنا مختلفة شوية عن اللي احنا بنحل بيها Graphically. يعني هنلاقي الـ Counter Clockwise عكس عقارب الساعة بالنيجاتيف، وهنلاقي الـ Clockwise بالبوزيتيف. هشرح في الفيديو ده شوية مفاهيم هنحتاجها واحنا بنحل. أول definition بالنسبة لنا هو الـ fixed end moment. الـ fixed end moment من اسمها كده هي الـ reaction moment اللي هتبقى موجودة عند الـ fixed end joints للـ member. يعني لو أنا بحل مسألة fixed بالمنظر ده، وعندي هنا load أيا كان قيمته، فهلاقي اتكون عندي عند عند النقطة دي اللي هي مثلا نقطة A، وعند النقطة دي اللي هي نقطة B، تلاتة reactions وتلاتة reactions X Y و moment. اللي يهمني في الـ fixed end moment هي الـ moment بس. تمام، يبقى الـ fixed end moment هي قيمة الـ moment reaction اللي موجود هنا عند الفيكسيشن نتيجة أحمال معينة موجودة عندي. هنلاقي فيه جدول لقيم ثابتة، وفي منها اللي احنا لازم نحفظه لقيمة الفيكسد إند مومنت اللي هي الرياكشن اللي موجود على الطرف ده. لو افتكرنا كده زمان لما كنا بنحل ديترمنت ستراكتشر كانتليفر بالمنظر ده، وعندي هنا لود قيمته P وهنا L span L، على طول المومنت اللي موجود هنا هيبقى قيمته P في L بالمنظر ده. طيب، ولما كان عندنا simple beam ونحط هنا load concentrated، كان قيمة المومنت في النص هي P L على 4. عرفت ازاي انها P L 4، وعرفت ازاي ان P L دي حاليا بالنسبة لنا هي قيم محفوظة، لكن لما جينا نحلها في الاول في structure 1 كنا بنحسب بها سيجما الاكس وسيجما الواي وسيجما المومنت عشان اطلع القيم دي. نفس الكلام بالنسبه للانديترمنت ستراكتور، هيبقى عندي اشكال محفوظه انا عارف القيم بتاعتها، وبطلع لها الرياكشنز من الجدول على طول، مش لازم انا اقعد احلها. في حد قبل كده حلها وجاب ريليشن ما بين الحمل وما بين المومنت اللي هتبقى موجوده عندي هنا، وبقت جاهزه ان انا احلها على طول للتسهيل. ده منظر الـ fixed end moment. الجدول لو أنا عندي beam عليها concentrated load و fixed من الجنبين fixed، فقيمة reaction moment اللي هيبقى موجود على اليمين واللي هيبقى موجود على الشمال هو PL على 8، يعني load مضروب في الاسبان على 8. نفس الكلام لو أنا عندي distributed load موجود على fixed، هيبقى قيمة المومنت WL سكوير على 12. يفضل ان احنا نحفظ القيم دي حتى لو مش موجوده في فورمولا شيت عشان تسهل عليا الحل. وتكمله للفيكسد ان مومنت، عندي حاجه اسمها الكاري اوفر مومنت. من اسمها كده هي المومنت اللي بتتكون نتيجه الكاري اوفر، نتيجه حمل تاني. هي شبه جدا الفيكسد ان مومنت، هي برضو مومنت رياكشن بيظهر عند الفيكسيشن، لكن نتيجه concentrated moment عند ال joints. باختصار، لما أنا بأثر بمومنت على طرف بيم، فبينتج عنها نص قيمة المومنت عند الطرف الثاني كأنها reaction. لو أنا عندي بيم fixed بالمنظر ده، وأنا سميت دي نقطة A وسميت دي نقطة B، لو أنا حطيت عند نقطة A external moment قيمته M، هيتكون عند نقطة B reaction moment قيمته نص M، واتجاهه نفس اتجاه ال external moment اللي احنا طبقناه. تاني، لو انا عندي joint A و joint B، عملت هنا moment قيمتها M، هيتكون لي الناحية التانية reaction مومنت قيمته نص قيمة المومنت اللي احنا حطيناه، واتجاهه نفس اتجاه
المومنت. طيب يبقى سواء هنا كان فيكسيشن، سواء هنا كان هنج، سواء كان فري، مش فارق معايا، انا فارق معايا الناحية التانية انها تكون فيكسد عشان يكون لي رياكشن مومنت. طيب المنظر ده كده، لو انا حطيت مومنت عند النقطة ايه external، نقطة B هيتكون عندها ايه؟ ولا حاجة، نقطة B هتبقى بزيرو. ليه؟ لان ده هنج هيفضل طول عمره بزيرو. يبقى قلنا شرط اساسي لازم يكون الناحية التانية فيكسد، انا مش ما يهمنيش النوع السبورت اللي انا، يهمني الناحية التانية تكون فيكسيشن. طيب لو انا حطيت مومنت في الاتجاه ده، يبقى الناحية التانية هيتكون عندي نص مومنت ونفس الاتجاه. تالت ديفينيشن يهمني هو الابسوليوت ستيفنس. الستيفنس سمعنا عنها قبل كده في ستيل او في خرسانة، هي بتدل على مدى قوة المنشأ. ده التعريف العام بالنسبة لنا، أو التعريف الدارج بالنسبة لنا، مدى قوة العنصر أو مدى جساءة العنصر. تعريفها هو المومنت اللي أنا محتاجها عشان أنتج يونت روتيشن عند النقطة A لما تكون النقطة B supported. يعني لو أنا قلت انا عندي ممبر كده، دي نقطة A ودي نقطة B، افترض مثلا ان النقطة B دي هنج، نقطة A عشان اخليها تلف 1 ديجري او 1 راديان اللي هي يونت روتيشن، محتاج مومنت قد ايه عشان اخليها تلف يونت روتيشن؟ ده بالنسبة لي هيبقى الكي. ده كده التعريف الثيوريتيكال بالنسبه للابسوليوت ستيفنس في الجزء بتاع الروتيشن. الستيفنس او جساءه الممبر او مدى قوه العنصر الانشائي بتاعي هو بيعتمد على حاجه واحده بس، بيعتمد على شكله وبيعتمد على السبورتس بتاعته، ما بيعتمدش على الاحمال اللي هتبقى موجوده عليه. يعني لو انا عندي ممبر بالمنظر ده، اختصارا للوقت عشان اعرف احل، ممبر السبورت ده فيكسد والسبورت ده فيكسد، الممبر ده ليه طول L مصنوع من ماتيريال معينة E، الكروس سكشن بتاعه ليه انيرشيا I، يبقى الستفنس بتاعتي للمنشأ ده لما يكون فيكسد هي 4 E I على L. طيب لما يكون المنشأ فيكسد هنجد، اكيد اللود المومنت اللي انا هبقى محتاجها عشان اعمل يونت روتيشن اقل من اليونت اللي هبقى محتاجها لما تكون فيكسد، فهتبقى الستفنس بتاعتي لما يكون فيكسد هنجد هي 3 اي اي على ال. طيب ده كان بالنسبه للابسوليوت ستفنس اللي موجود عند الممبر. طب بالنسبه للجوينت، هل الجوينت ليها ستفنس؟ اه، الجوينت الستفنس بتاعتها هو مجموع الاستفنس بتاع الممبرز اللي مربوطة بيها. يعني لو انا قلت ان دي جوينت اسمها جوينت A، فالاستفنس بتاعتها هي بتساوي الاستفنس بتاع الممبرز اللي مربوطة بيها. استفدت ايه انا لما عرفت الابسوليوت استفنس وعرفت الجوينت استفنس؟ وصلت لحاجة اسمها الديستريبيوشن فاكتور. دلوقتي انا لو عندي مومنت موجودة عند الجوينت A وسميت دي B، سميت الجوينت DC وجميت الجوينت DD، لو انا بقى عندي مومنت هنا عند النقطة A، المفروض ان كل ممبر من دول هيقاوم المومنت دي، هيسحب جزء من المومنت دي. طب هيسحب جزء على اي اساس؟ هيسحب جزء على اساس الاستفنس بتاعته، مدى قوته relatively باقي الممبر. يعني لو نفس المثال ده، عندي بيم معمولة من خشب وعند الجوينت A ربطتها هنا بخيط وربطت هنا بخيط، وحطيت عندي هنا مومنت قيمتها 10 طن متر، العشرة طن متر كلهم هتشيلهم البيم دي. ليه؟ لأن الاستفنس بتاعتها relative للاستفنس بتاعت الخيط والاستفنس بتاعت الخيط كبيرة جدا، فكأن الاستفنس بتاعت الخيط والاستفنس بتاعت الخيط بتساوي صفر. طيب لو انا جيت قلت
انا احط خيط واحط بدل المرة دي بيم واحدة الستيفنس بتاعتها كبيرة خرسانة مثلا، وبيم التانية برضو خرسانة والستيفنس بتاعتها كبيرة، وده الخيط. وحطيت نفس المومنت اللي هي 10 طن متر. المومنت دي لما تيجي تتوزع، يعني لما كل بيم تبتدي تشيل الخيط هيشيل زيرو، الكاميرا دي هتشيل 5 والكاميرا دي هتشيل 5، يبقى relative stiffness. طيب لو فرضت ان انا عندي البيم او الممبرز دي كلها خرسانة وكلهم ليهم نفس الستيفنس، يبقى لما احط 10 طن هنا ايه اللي هيحصل؟ دي هتشيل 3.33 ودي هتشيل 3.33 ودي هتشيل 3.33 بالتساوي، لان الريلاتيف ستيفنس بتاعتهم لبعض تقريبا بيساوي بعض. يبقى الديستريبيوشن فاكتور هو الفاكتور اللي هيساعدني ان انا اوزع قيمه المومنت دي على كل ممبر، وده هستفيد منه امتى؟ استفيد منه لما اجي افصل الممبرز بتاعتي. انا عايز اعرف كل ممبر هيشيل قد ايه. لو انا فرضت ان ده الاستفنس بتاعته AC وده الاستفنس بتاعته AB وده الاستفنس بتاعته AD، يبقى distribution factor للممبر اللي هيبقى اسمه AC هتساوي الاستفنس بتاعت الممبر relatively ستيفنس الجوينت، وقلنا ستيفنس الجوينت هي مجموع الستيفنس، يعني هيبقى كي اي سي زائد كي اي بي زائد كي اي دي، وده اللي احنا قلناه في المثال اللي كان هنا. لو انا فرضت ان الستيفنس بتاع كل ممبر من دول سي مثلا 2، فده 2 وده 2 وده 2، لما تيجي تعوض هتلاقي 2/2+2+2 بيساوي 1/3، اللي هي النسبة اللي احنا قلنا عليها اللي هي تقريبا 33% من قيمة المومنت اللي انت عايزه. يبقى ده كده الـ distribution factor. اخر معلومة احتاجها عشان احسب الـ distribution factor، لو انا جيت عند الـ fixed support الـ joint اللي عند الـ fixed support، في مثلا ده joint A وده member AB وده الـ support A. طيب الجوينت عندها نفترض 2 ممبرز، الممبر الاولاني هو الفيكسد سبورت والممبر الثاني هو البيم نفسها اللي هي AB. طيب الاستفنس بتاع الممبر A بكام؟ ده فيكسيشن، المومنت اللي انا محتاجه عشان اخلي الفيكسد سبورت ده يلف يونت روتيشن كبيره جدا، لان ده فيكسد سبورت فهتبقى انفينيتي لانه مش هيلف. طيب والستيفنس بتاعت الممبر دي تعالى نقول انها ستيفنس اي بي، يبقى الديستريبيوشن فاكتور للممبر اي بي هيساوي الستيفنس بتاعت ممبر اي بي اوفر ستيفنس بتاعت الفيكسد سبورت زائد الممبر اي بي. طيب انفينيتي زائد اي رقم هيبقى انفينيتي، واي حاجة على انفينيتي هتبقى بزيرو. يبقى لو انا حطيت مومنت هنا قيمتها 10 طن، الفيكسد سبورت هيسحب 10 طن متر دي كلها، والبيم مش هتسحب حاجة، هتسحب كام؟ زيرو. طيب لو انا عندي هنجد سبورت ايه بي، فده مكون من 2 ممبرز عند الجوينت A، عندي ممبر اللي هو الهنج الاستفنس بتاعه بيساوي زيرو. ليه؟ لان هو بيقلو الروتيشن، فانت لو نفخت فيه بس هيبتدي يلف. وعندك الاستفنس بتاع الممبر بتاعي اللي هو AB، distribution factor لممبر AB هيبقى بيساوي الاستفنس بتاع الممبر AB على ستيفنس بتاع الهنج اللي هو بصفر زائد ستيفنس بتاع الممبر اللي هو AB، فده هيطير مع ده هيساوي 1. يبقى لو انا حطيت هنا مومنت قيمتها 10 طن متر، الهنج مش هيسحب اي حاجة والمومنت كلها هتروح للممبر
البي.